السلام عليكم بنات، صافا؟ كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. اليوم مع هاد الطبلة غادي كنوريها لكم. الشاكي دايره عندي حالتها حاله، ولات كنت فيها غنوريكم كنصبغها نصبغها ونقد نوريكم كنصبغها ونقدها. هاد الطبل وسخه ولات حالتها، الصباغه ديالها بدات كتمشي وكلشي. كنعاودها في الصباغه، تابعوا معايا. دونك انا حكيتها مزيان بهذا، راكم كتعرفوا، مسحتها وغنزيد نحكها مزيان باش تحيد هاد الصبغه القديمه وعاد نعاودها. كنتمنى تبان لكم حيت ضربه الشمس هاد الصبح، هنا كيبانش مزيان. دونك حنا البنات بديت كنصبغها، يعني مازال خصني نعاود باش دير كوش اخرى باش تطرق مزيان، وندير في الجوانب حتى هما. دونك انا البنات صبغتها من الفوق، نتمنى تكون باينه لكم. اختاريت انا هاد الكغي حيت عندي الكوزينه في اللون الرمادي الكغي، دونك درت الطبله ديرها كغي. مثلا نعاود لها كوش اخرى الجوانب. بناتها هي ساليتها بالصبغه، بدات تيبس، ومن بعد غندير لها الفيرني باش يعطي لا بريونس، باش كيعطي داك اللمعان اللون، نخليها بعدا تنشف مزيان. يلاه نتلاقاو من بعد. غندير لها كيما قلت لكم الفيرني، كيطلع لي داك البرودوي